تاني محرج علي أبوك لا يدخل البيت ولا يعتبه طول ما هو مش موجود. قلت إيه بقى يا ولا؟ معلش يا بابا، خمسة كده ودخلك. براحتك يا حبيبي، خمسة عشرة براحتك، بس قولي تحب نروح فين النهاردة؟ وهو إحنا بنروح حتة غير الجناين ونقعد ناس أزلب وترمز زي كل مرة؟ أنا مش عايز أروح جنينة الفسطاط. خلاص، إيه رأيك نروح جنينة الأرمان؟ مش هتشوف أي حاجة من الفسطاط في الأرمان. يا بابا أنا كرهت الجناين، أنا عايز أروح الملاهي. لا ملاهي لا يا عمر، قايل لك مليون مره الا الملاهي. يبقى زي ما ماما بتقول ان انت بتخاف تروح الملاهي. اه بخاف بخاف، بس بخاف عليك مش خايف عليا. بتخاف عليا انا برضو. هو لسه يا اختي ما خدش تصريح الزياره ولا ايه؟ لازم يتخدم الشاويش في رجالي. بابا يا عمر، حول الله يا رب. قلت لك يا عمر بلاش الخضه ديت. اهو يا بابا الاعلان بتاع البرنامج اللي بقول لك عليه. يا ماما دي واحده بس هوريت بابا الاعلان ده. ابوك لو شاف الاعلان ده هيرجع. هي امك طلع في الاعلان ليه؟ سامحها بترجع. هو مين اللي هيرجع يا مخفي؟ لا ده انا بقول له الاستاذ فرجاني هيرجع امتى. هيرجع امتى وانت مال اهلك؟ بالظبط. انت مش كان معادك بكره انك تيجي تخرج الواد؟ ايه اللي حدفك علينا النهارده؟ اصل عمر وحشني، وبعدين انا يعني زي ما تقولي اخدت ساعه بدري من الشغل. بدري؟ هو فرن جاي ده حضرتك في الطابور ليه وخرجوك بدري عشان يخلصوا من وشك؟ ولا بتتصل بمين يا عمر؟ ببعت لهم رساله فيها اسمك في البرنامج عشان تشترك في المسابقه. برنامج ايه ومسابقه ايه وكلام عيال ايه؟ وبعدين فين الموبايل بتاعك؟ هم خدوه منك ولا حاجه؟ موبايل ايه يا ابو موبايل؟ موبايل ايه اللي اتاخد منه؟ ابنك ده مخلص رصيده كله على الرسائل اللي بيبعتها لبرنامج الفارس الاول. فاكرك المغامرون الخمسه. ايه ده؟ الكرسي ده من عندنا؟ لا ده الكرسي بتاعي جايبه عشان اقعد عليه. ابعده عن الحيطه لا تتحك. طب هقعد فين طيب؟ اقعد بيه في اي خراره. ما انا خايف الخراره تتحك برضه. ايوه حبيبتي. هي لم يتاخرت عليا ده كله ليه؟ انا خلاص قربت داخله على الفيلا اهو. طيب يا حبيبتي بسرعه بسرعه انا مستنيك. ايوه يا عاصم. الو ماهر. لا اطمن كله هيبقى تمام ان شاء الله. باذن الله القضيه هتتأيد ضد مجهول. ماشي. وهتسلمني امتى الورق والمستندات يا ماهر؟ لما يوصل اختار البنك ان الفلوس دخلت حسابي. ولميا هتعمل معاها ايه؟ لميا بالنسبه لي مجرد سيدي هاي. ما انت عارف يا عاصم الكاميرات عندي في كل خرم في الفيلا بتصور 24 ساعة. يعني السيدي هاي دي لو نزلت على النت لميا هتدخل التاريخ. برافو يا ماهر برافو. عموما اول ما اجهز واعمل لك التحويل هكلمك. ما لقيتش غير ابوك يا ولد تكلمه عن الشجاعه والجراءه. انت عبيط يا ولد. ده انا سبب طلاقي من ابوك اساسا موضوع الشجاعه دي. ده انا كنت حامل فيك في 6 شهور ونايمه جنب ابوك في امانة الله. شعبان قوم يا شعبان. غالي يا بس. شعبان اصحى. شعبان سمع صوت كركبه كده زي ما يكون سمع صوت بره. ايوه تكون قطه ولا حاجه فاجئ نامي بقى. يا شعبان شعبان. شعبان اطلع يا شعبان. اطلعي له انت قولي له انك انت متطلقه ولا ارمله يمكن تصعبي عليه ويسيبك ويمشي وحياه ابوك وحياه ابوك. لا اخاف اقول له كده احسن يغتصبني. طب برضه ما تقولوش ان انا هنا لا يغتصبني انا كمان وحياه ابوك وحياه ابوك. معلش بصي جسمي بيعمل ازاي. بصي جسمي بيعمل ازاي. يا بنتي اوعى تضربيه جامد لا يعمل لنا محضر في الاسم ويودينا في داهيه. يا بنتي ولا بيفكر. استر يا رب
الطريق. يلا تحت السرير والمصحف. يلا شعبان مسكناه، البس هدومك عشان نوديه الاسم. يلا لا اسمي لا، مش عايز اروح الاسم، انا مسامحه انا مسامحه خلاص. ما تطرطش يا فرجاني. صحيح الحكايه دي يا بابا؟ عمر قوم كمل لبسك، هنروح الملاهي. معنا بيت الرعب. هو انت بتخاف من الحاجات التافهه دي؟ سكت بوجه صاحبك، ده مش كفايه تنين العربيه بس يا ابني؟ وهو هو ما بيخافش من اي حاجه. لا يا ابني مش للدرجه دي، ما فيش حد ما بيخافش من اي حاجه. يعني ممكن تلاقي واحد طول بعرض زي الشحت قد بوجه كده، وتلاقيه مثلا بيخاف من الصرصار، وفي ناس بتخاف من الضلمه، ناس بتخاف من الكهرباء، ناس بتخاف من البحر. وانت بقى يا عم بتخاف من ايه في كل دول؟ انا الحقيقه بخاف من كل دول، ده حتى النهارده جم ياخدوا رأي في التلفزيون، قلت رأي بكل جرأة وشجاعة. بجد بابا التلفزيون صورك؟ طبعا، كنا عاملين وقفة احتجاجية والتلفزيون جاي يسجل معانا، كل زمايلي قالوا مفيش حد يقول رأيه بجراءة غير شعبان. المذيع سألني قال لي إيه رأيك في حكاية غلاء الأسعار وزيادة المرتبات؟ قلت له هو الرئيس زود المرتبات من هنا والحكومة زود الأسعار من هنا، هنلاقيها من المرور ولا من الضرايب العقارية؟ ارحمونا بقى. حاسد يا عم في لجنة. يا نهار أسود، في حد فيكم تليفونه متراقب ولا حاجه؟ نعم. امال ايه؟ امال واقفين اللجنه هنا ليه؟ سمعونا ولا ايه؟ لا يكونوا سمعونا ولا حاجه. لا يا عم خش، ما حدش سمعنا ولا حاجه، ما تخافش. البرشام فين؟ ايه يا بابا في ايه؟ في ايه يا بابا؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. نقول ايه الاستلمه اللي تحتك ده؟ نقول ايه الاستلمه اللي تحتك ده؟ هي فين؟ بل بقى ايه؟ لا ما فيش حاجه، ده مش شامل فلوس. مالك عرقان كده وبتترعش؟ لا ما فيش حاجه يا سيادتك يا فندم. فتش لي الشنطه وشوف لي رخص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا فندم. والنبي يا عم عايزين نروح. انت بترتعش كده ليه يالا؟ ما تقولش لبابا يالا. بس يا عمر، بس يا عمر بقى اتكلم الباشا الامين كويس. هو في ايه؟ والنبي يا عم عايزين نروح. انت خاطف العيال دي ولا ايه؟ خاطف عيال ايه؟ ده عيالي وده عيالته، اتخطفت اللي اختفوا بلد سيادتك ده. نزلهم لي يا ابني للباشا ما نشوف ليلته مين النهارده. لا احنا مالناش دعوه، ما تكلمناش كده ومالكش دعوه بيه. الواد ده شكله عايز يتقدم. انزل تعالى. انت يا فندم ده عيل صغير سيادتك. انزل لي. انت هتكبر ليه الموضوع حضرتك وبعدين بقى يا رب. انزل تعالى. فتشت العربيه يا ابني؟ اه تمام يا فندم، ومالناش فيها اي حاجه. امال مالك مدهول في نفسك وعرقان ليه كده؟ انت جاي منين؟ جايين من الملاهي. بس يا عمر كلم الباشا عدل، جايين من مدينه الالعاب يا فندم سيادتك. امسك يلا اتكل على الله، ادي له الرخص. يعني ايه خلاص كده طلعنا براءة احنا كده ولا ايه؟ روح ربنا يكرمك، ربنا ينصرك على اعدائك، روح ربنا يعلي مراتبك، ربنا يكرمك. يا بابا كفايه بقى، كفايه حرتني قدام صحابي. ربنا ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا قادر يا كريم، ربنا يكرمك. زقه بس يا سيادتك.